دكتور، قبل أن نذهب إلى التفاصيل هذه، كيف انزلقت الدولة اليمنية من أيدي اليمنيين؟ سقطت الدولة بسرعة في أثناء الانقلاب الذي قامت به الأشرف الحوثي في 2014، انكشفت أو انكشف اليمنيين واكتشفوا أنه لم تكن هناك دولة بالمعنى الحقيقي. كيف يمكن أن نفهم كيف تعايش اليمنيين لعقود مع فكرة اللا دولة وهم أو وهم الدولة؟ نعم، هو لدينا، أعتقد أنا في مقاربتي لهذه الجزئية تحديدا، أنا أحاول أن أوظف توصيف المشهد. لدينا في اليمن كان لدينا نقول قوة ضعيفة ومجتمع ضعيف، ثم لدينا حاكم على الأقل كان يستأسد، يعني يسعى ليمتد عمره السياسي عن طريق ضعاف مكونات كل من المجتمع والدولة. الخطورة الآن عندما سقطت الدولة بمعيار المفهوم الدولة الحديثة التي تمتلك القانون ولديها هي الافتراض وفقا لتعريف العلوم السياسي للدولة، هي الكائن الوحيد الذي من حقه أن يستخدم السلطة أو القوة أو الكسر. لدينا للأسف يعني ضاعت فكرة الدولة، وضع القانون، وكان لدينا للأسف لدينا حاكم فرد يتحدث عن أنه لابد كي نحكم اليمن لابد أن نحكم عبر ما يسمى بالرقص على رؤوس الثعابين. غابت المؤسسات، حضرت الدولة بوظائفها، حضر حاكم الشخص الفرد، واستمرينا يعني نستدعي للأسف هذا الرقص الذي، وكنا غالبا ما نحذر من أنه مثلا حكم الرئيس الأسبق علي عبد الله صالح، كنا نقول يعني نحن نحتاج إلى أن يعني وجود دولة بكل مكوناتها، لكن للأسف هو أرتأى كشخص أن يرقص الرقص يعني الحكم السياسة على أساس الثعابين، ونسي أنه، وكم حذرت كثيرا، أنه يتعين على الحاوي الذي أجاد رقصة الثعبان السياسية أو الرقصة على يعني في هذا الإطار. علينا أن نستحضر الدولة بكل مكوناتها، لكن للأسف أنا قلت الرئيس السابق علي عبد الله الصالح أو الأسبق يعني هو دخل التاريخ عندما بالجانب يعني علي سالم البيض عندما حقق الوحدة اليمنية، ولكنه خرج مبكرا للأسف لأنه انزوى حول، بدل من أن توجد دولة حديثة، ما كما قلت إطار تفسير الظواهر. ما نعيشه اليوم هو امتداد لتاريخ من التحايل السياسي إلى التحايل.